السلام عليكم كبيده ديالي. السلام عليكم يا احلى متتبعات ديال قناه كوثر فلوكس. نبداو اليوم النهار ديالنا الفيديو ديالنا تحت طلب المتتبعات ديالي. قالوا لي كوثر عافاك وكنبداي لا فيديو ديالك بالصلاه والسلام على النبي احسن حاجه. شكرا لكم على هذا الكلام الزوين اللي قلتي لي نبدا به لا فيديو. شكرا لكم بزاف. نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاجمعين. شكرا لكم مره اخرى وشكرا لكم لاي واحد تيعلق ليا وشكرا لاي واحد كيعطيني يعني انتقاد لانني نستفد منه حتى انا اللي خطيكم عليا. واللي اول مره كيتصادف مع القناه ديالي مرحبا والف مرحبا بجميع المتتبعات ديالي. وشكرا على اللي كيسول في الابنه ديالي. الحمد لله اللهم لك الحمد باقي ما درناش التحاليل. كيف ما قلت لكم التحاليل حتى نهار 3 غير غتخرج النتيجه وان شاء الله غادي نخبر اول واحد ديال هما نتوما اللي خطيكم عليا. كيف قلت لكم مروه قلت لكم حتى انا راه نتوما مع عائلتنا الثانيه الله يحفظكم ليا. المهم ان شاء الله كيف ما شفتوا في العنوان اليوم ان شاء الله فيديو جديد نهار جديد. ولكن قبل البنات ما تنساونيش الله يعطيكم بالستر كثروا ليا من اللايكات ومن التعليق ديالكم وبارطاجي ليا لاشين ديالي باش نستافد حتى انا وباش تكبر العائله ديالي وباش تدخلوا الفرحه لقلبين. الله يفرحكم حتى نتوما باش ما تمنيتوا. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه ان يعلم في قلوبكم خيرا يعطيكم الله خيرا. الا بقيتوا الخير لخوكم المسلم ربي غادي يعطيكم الخير في داكشي اللي بغيتوا وداكشي اللي كتحلموا به. هادشي هو اللي خاص ديروها في البال ديالكم وربي كبير. المهم البنات تحت طلب المتتبعات ديالي المشكل ديال الخلعه. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه اكثر من رائعه. وصفه ديال جدودنا شي حاجه اللي واعره في الخلعه لكل من يعاني مشكل الخلع الخلعه او لا الخوف او لا ضيق التنفس او لا كيسمع شي خبر وكيتزمت عليه قلبه او اللي عنده السخفه او اللي عنده بزاف ديال الحوايج اللي عنده الخفقان ديال القلب. بزاف ديال المتتبعات ديالي قال لي كيعانيوا من الخوف كيعانيوا من القلق كيعانيوا من الخلعه يعني كيتخلعوا على ادنى حاجه ممكن تسمع هي شي خبر وتطيح وتسخف ممكن بزاف ديال الحوايج. اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه. خصكم البنات تعرفوا واحد الحاجه هو كل واحد والخلعه ديالو. كاين اللي عنده الخلعه قديمه يعني عنده مشكل قديم يعني هاد الوصفات اليوم خصو يداومها اكثر من 15 يوم شهر 40 يوما ان شاء الله تعطي. مكوناتها رخاص كي تنبغي ديما نعطيكم في الوصفه ديالي مكونات رخاص اقتصاديين وطبيعيين اهم شيء. بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو للفيديو البنات. على بركة الله نبداو أول مكونات في هاد الوصفة اليوم لكل من يعاني من ضيق التنفس الخلعة الخوف الشديد عنده الخفقان في القلب عنده النبض. المهم شي حاجة اللي أكثر من رائعة كيف ما قلت لكم اقتصادية مكونات طبيعية اقتصادية ما غادي تخافوا منها حتى شي حاجة. أول مكون هو الكزبرة أولا القزبر اليابس كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل حيتاش كاين بزاف ديال الناس ما كيكونوش عارفين الحاجة تيكون على هاد الشكل كيف ما شفتوا حبيبات. الرائحة ديالو كتكون أكثر من رائعة زوين بزاف البنات هو مهدئ بحال اللي قلتي مغنيزيوم طبيعي كيهدن الاعصاب كي يحارب داك الخوف والقلق والهلع اللي كيكون عند الشخص. هذا هو المكون الاول البنات اللي شي حاجه اللي رائعه البنات وتتجربوا الوصفه اللي غادي تعرفوا بحق هذه الوصفه شي حاجه اللي واعره. المكون الثاني وهو ضروري ما تقولش شي وحده واش نحيد الحلبه. الحلبه شي حاجه رائعه للبنات اللي كيعانيوا من هذا الخوف ولا الهلع ولا النبض او لا خفقان القلب او لا كي قلت لكم يعني كيطرى شي مشكل او لا شي صدمه اثرت عليهم من الصغر او لا حتى كبروا وكيبقى كيولي عندهم هذاك المشكل ديال الخوف وكيبقاو كيصفروا بزاف ديال الحوايج كيطرى فيهم والهلع وكاين اللي كيسمع هي شي خبر على ولادو ولا شي حاجه وكيطيحوا يعني بزاف ديال الحوايج كنشوفوهم نيت. ولكن هاد الوصفات الطبيعيين اللي كاين كانوا هاد الوصفه كانوا تيديروها جدودنا وشي حاجه اللي زوينه وكنصحكم بها. وهاد الوصفه عن تجربه للناس اللي كانوا تيعانيوا من هاد الوصفه والحمد لله تعافى. وكيف ما قلت لكم هاد الوصفه اليوم يعني كل واحد وعلى حسب امتى ركبوا هاد المشكل ديال الخوف او الهلع ولا الخفقان ديال القلب يعني واش عنده قديم او لا جديد على حسب المده على حسب امتى غادي يتشافى. عندنا هاد زوج مكونات هما رئيسيين وكنزيدوا منهم واحد المكون اللي هو الفوه البنات. علاش زدنا الفوه؟ زدنا الفوه البنات على واحد المشكل حيتاش المشكل تاع الناس اللي كيكون عندهم هاد المشكل ديال الخوف او لا الهلع او تيكون عندهم الصفريه في الوجه تيكونوا تيتخلعوا. الناس اللي كيكونوا تيخافوا بزاف او لا عندهم مشكل هذا ديال تيتخلعوا وتيخافوا كتكون عندهم صفريه في وجههم واللي شافهم يعني تتبان فيهم ديك الصفريه. داكشي علاش كنضيفوا الفوه لانها كتعالج لينا هذا المشكل ديال الصفريه وكتعطينا بحال قلتي تعطينا القوه وكتعطينا طاقه للجسم ديالنا واللي شي حاجه اللي اكثر من رائعه.
بالنسبه للنهج مكونات البنات، بالنسبه للكميه شحال تاخذوا، خذوا نسبه الكميه نفس الكميه، مثلا 5 درهم 5 درهم 5 درهم 3 درهم 3 درهم 3 درهم، او لا كاس كاس كاس، الناس اللي ما تيفهموش بالدرهم، المهم غتاخذوا نفس الكميه وشي حاجه اللي ثمن على حسب، كي تنقول لكم على حسب كل واحد والجيب ديالو، كي تنقول لكم ديما البنات، وكنبغي ما ننساهاش لكم في كل فيديو، الله يعطيكم الستر، هو فاش تاخذوا هاد الحلبه او الكزبره او الفوا، تاخذوهم تغسلوهم مزيان، يعني اي حاجه شريتوها من عند العطار كيف ما كان نوعها كنصحكم هو تغسلوها مزيان، تعاودوا تغسلوها وتنشفوها في الفران، ما تخليوهاش حتى تحرق لينا، حيت شرط تكون واحد المروريه خايبه، لا تحرقات لا في الحلبه لا في الكزبره، لا البنات خليوها هي تنشف داك الماء منها، حاولوا تنشفوها نتوما شويه بشي زويف قبل ما تجروها في الفران، فاش تجروها في الفران ان شاء الله غادي تدير لينا مزيان. غناخذ هاد المكونات كاملين غنطحنوهم. بالنسبه للطحين ديالهم البنات، انا ديجا باش ما يطولش الفيديو، ديجا انايا هنايا دايره الكزبره مع الحلبه مع العواد، اولا راه دكيتها هي، ولكن ما كتكونش الفوه ما كتدقش لينا مزيان في الطحاله، وانما هي كتهرش، ماشي مشكل انا كناخذها هكا. بالنسبه لطريقه الاستعمال، اول طريقه اللي ممكن نستعملوا بها هذه الوصفه، غتاخذي بحال هكا كاس وديري فيه جهد ملعقه كيف ما كتشوفوا معايا، مع ملعقه صغيره، وتضيف لها بالنسبه كي قلت لكم بالنسبه للاستعمال الاول، ضيفي ليها الماء الطيب، هذه هي الطريقه الاولى. كما قلت لكم البنات، بالنسبه للاستعمال الاول هذا هو الاستعمال الاول، كتخليها كتغطيها جويه 5 دقائق حتى 10 دقائق وتتشربيها. بالنسبه للامتى؟ قبل الفطور، يعني اول حاجه كتبداي بها على الرق، على الرق شي حاجه يوميا كل نهار، كيف ما قلت لكم النتيجه غتحسوا بها من 15 يوم الاولى، ما نقول لكمش يومين ثلاث ايام نكذب عليكم، يعني السيمانه الاولى السيمانه الثانيه كتحسي بواحد الفرق رائع، كيف ما شرحت لكم، يعني على حسب امتى جاتكم ديك الخلعه او داك المشكل، واش عندكم قديم او لا جديد، ان شاء الله باذن الله كيخففها الله من عنده. بالنسبه لثاني حاجه، هو ممكن البنات ديروها مع الحريره، بالنسبه للناس اللي كيشربوها مع الحريره، ياخذوا هذه الملعقه ويديروها مع الحريره ويشربوها على الرق كيف ما قلت لكم. بالنسبه للبنات، احسن حاجه تبعوا الطريقه اللي غادي نقول لكم ان شاء الله، تعطيكم واخا البرد واخا، وانما هذاك المشكل ديال الخلعه او الخفقان او الخوف، هذاك المشكل صراحه راه مشكل حتى هو تيألم الانسان. واحد الحاجه خصكم تديروها وتجربوها وتردوا عليا الخبر، فاش تكونوا في الحمام او في الدوش، من احسن الحمام دابا في الدوش، قليل اللي كندوشوا في هذا الجو دابا بارد، في الحمام فاش تكوني في الحمام، يعني ديجا تنكونوا في السخون او لا كنغسلوا بالماء السخون، تنسخنوا عظامنا وداكشي، فاش تكوني كتغسلي يعني حتى حكيتي وكلشي وتتغسلي بالماء السخون، حاولي تكبي عليك واحد طاسه الماء تكون بارده، تتقلل من هذيك الصدمه، يعني بحال هذاك لو شوك اللي كان فيك نهار الاول، نهار جاتك داك الخلعه او الخوف او المشكل اللي ركبك نهار الاول، كيتخفف عليك سبحان الله بهذه الطريقه. وهذه الطريقه ما تنقول لكمش البنات، اي حاجه خصكم تعرفوها، اي حاجه قلتها لكم ما كنقولها لكم شي هكاك ولا كنجيبها من عقلي، تنقول لكم الحاجه اللي مجربينها الناس واللي الحمد لله نفعتهم، واللي يعني مادام كتدخلي لهذا الميدان ديال الطب البديل، وانما كتكوني كتعرفي بزاف ديال الحوايج، وكنبغي حتى نتوما تستافدوا منهم، وحتى نتوما تعطوني ارائكم وتعليقاتكم على الراس والعين. المهم جربوا هذه الطريقه كما قلت لكم، ضروري تكوني تتغسلي بالماء السخون وتكبي عليك طاسه الماء بارد تكون بارده بالمعقول، بحال لا كتحسي بهذاك الصدمه اللي كانت فيك، انها بحال كيتنفس عليك الخاطر ديالك او القلب ديالك. وهاد الوصفه كيف ما قلت لكم شي حاجه اللي اكثر من رائعه. ودابا غادي نهضر معكم فص بالنسبه للاستعمال، وشكون يستعملها وشكون ما يستعملها. البنات صافي رجعت معكم، كيف ما شفتوا معايا هذا هو الكاس، راني شرحت لكم، نتمنى تكونوا كتفهموني، واي تساؤل ما فهمتوه ردوا عليا الخبر في كومونتير، مرحبا على راس العين. كيف ما قلت لكم اللي يشربها بحال هكا يخلي فيها دوك الحبيبات ما يصفيها ما والو، وتشربيها على داك الشكل كل نهار كل صباح، راه حتى الثمن ديالها يعني واخا داومتوها 15 يوم شهر، بالعكس الا ما نفعتكم غادي تزيدكم في الوزن، غادي تحل لكم بزاف ديال المشاكل، والمشكل الاساسي اللي قلنا هو الخلعه او الخوف. وبالنسبه للناس اللي كيشربوا الحريره مع الصباح، دير معلقه مع الحريره وغادي تحسوا بواحد يعني واحد الراحه عليها. وبالنسبه للناس اللي تيكون عندهم الصفوريه او لا فقر الدم او لا ديما الوجه ديالهم كيبان شرحي
شي حاجه اللي اكثر من رائعه. شكون اللي ما يستعملش هذه الوصفه ما يستعملهاش الحامل الله يعطيكم الستر. انا ديما الوصفات بحال هكا تكون العشوب سخون وداكشي انا الحامل ما كنصحاش وكيخلعوني الحوامل فاش كيدخلوا عندي ما كيكونوش يتفرجوا في لا فيديو كامل وكيقول لي انا حامله واش ناخذها. الله يعطيكم الستر راه الا كانت حامله غادي نكتب لكم في المينياتور ولا الصوره مصغره للحامل ما كانتش للحامل راني كنقولها في لا فيديو. بالنسبه للمرضع تاخذها زوينه لها بزاف. بالنسبه للناس اللي فيهم داء السكري زوينه. بالنسبه اللي فيهم الغده الدرقيه النشطه من احسن ما يستعملوهاش. صافي البنات بالنسبه اللي فيهم لا طونسيون مزيانه ليهم. المهم الحاجه البنات راه كنبحث عليها وحتى كندرس عليها وحتى شي حاجه كنجيبها على يقين. نتمنى لكم يا ربي الشفاء العاجل كل من يعاني حيت بزاف ديال البنات كيطرحوا معايا هذا المشكل كوطر فينا الخلعه كوطر فينا. نتمنى هاد تجربوا هاد الوصفه كيف ما قلت لكم غاديش نكذب عليكم نقول لكم يومين ثلاث ايام اربع ايام ونخربق عليكم. الا البنات السمانه الاولى السمانه الثانيه وكيف ما شرحت لكم عاود سنين على سنين وعلى حسب امتى ركبك واش عندك قديم منذ سنين يعني خاصو شويه الوقت. ولكن الحمد لله كتحسوا بواحد النتيجه رائعه اكثر من رائعه ماشي رائعه. والله يجيب لكم الشفاء والله يشافي اي واحد والله يفرح اي واحد بالدريه الحسنه. وكان تفرحوني بصراحه بالناس اللي كتضعفوا من بومزوي كيرجعوا لي فيديو ديالي والله القسم الا كيوصلني شي فيديو كنفرح وكنساهي ما كنبارطاجي معكم في المنتدى راه غادي نعاود نحطهم لكم باش حتى نتوما تزعموا وتجربوا هذاك لا فيديو. راه كنحط لكم بالصوره تاع لا فيديو واخا تيكون قديم كيرجعوا لنفس لا فيديو وكيكومونتي الله يكبر بكم والله يجازيكم بخير. هكا تتزعموا الناس حيتاش الناس من لوم الوصفات واش لايقين ولا ما لايقين هكا كتزعموا الناس. ونتمنى لكم الشفاء العاجل كلكم والهلا يخطيكم عليا. وما تنساونيش بالتعليق ديالكم واللايكات ديالكم وكنحبق عليكم بزاف بزاف. سلام.